أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. معلومات صادمة لأول مرة عن الفنانة مها محمد، وتعرف على أزواجها وأولادها وجنسيتها وأسرار أخرى. تعرضت الفنانة مها محمد لوعكة صحية كادت تؤدي بحياتها بسبب تشخيص طبي خاطئ في الكويت. فمجرد التهاب بسيط ومزمن تحول إلى مرض عضال، لكنها تماثلت للشفاء بعد عودتها من رحلتها العلاجية في أمريكا. وتعرضت الفنانة مها محمد لحملة تشكيك بجنسيتها الكويتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها رفضت الرد على الأمر والتزمت الصمت. ولكن الصمت لم يسعفها لإنهاء الجدل، ما دفعها إلى الرد على من وصفتهم بالمشككين بجنسيتها الكويتية. ونشرت الفنانة مها محمد عبر صفحتها الخاصة صورة لجواز سفرها الكويتي، وعلقت عليها سد حلوج لكل من يقول عني إيرانية أو عراقية أو فلسطينية. وقد تزوجت الفنانة مها محمد للمرة الأولى وانفصلت عن زوجها، ورزقت منه بولدين هما عبد الله وفيصل، وابنة توفيت وهي صغيرة. وفي كانون الأول ديسمبر عام 2016 تزوجت الفنانة مها محمد للمرة الثانية من رجل أعمال أردني يدعى محمد في حفل خاص. وحضره عدد محدود من الأصدقاء والأقارب، وفي شهر تشرين الأول أكتوبر عام 2018 رزقت بابنة اسمتها مها. وأثارت الفنانة مها محمد الجدل بتزيينها أنفها بالذهب، حيث انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تكشف فيه عن الموضوع. وظهرت الفنانة الكويتية مها محمد في الفيديو وهي تستعرض لوكها الجديد. وقد أثار هذا الفيديو جدلا كبيرا بين المتابعين، حيث انتقد البعض تصرفها، فيما اتهمها البعض الآخر بمحاولة تقليد الإعلامية حليمة بولند.
وبعدما فقدت حلمها الإعلامي بسبب التحرشات التي تعرضت لها عندما كانت تعمل مذيعة، فضلت الابتعاد عن هذا المجال والاتجاه للتمثيل الذي وصفته بأنه أقل شراسة ووطأة على الصعيد الأخلاقي. وأضافت الفنانة الكويتية مها محمد أنها رفضت تحرش أحد المسؤولين بها، وقالت له بالحرف الواحد: أضحي بحلمي ولا أضحي بنفسي. فاستشاط غضبا وحاربها بسياسة التطفيش، حتى هجرت الإعلام واتجهت إلى التمثيل الذي واجهت فيه الأشرار بحسب قولها، لكنهم أقل من الإعلام. وأوضحت الفنانة مها محمد أنها رفضت الكثير من المسلسلات كبطولة مطلقة بسبب جرأة الأدوار التي تضمنتها. وقالت الفنانة مها محمد: لن أقبل الظهور بدور الزوجة الخائنة أو اللعوب أو مدمنة المخدرات، مراعاة لأولادي، فأنا لا أريد لأصدقائهم أن يجرحوهم بالكلام. وفي عام 2010 تعرضت الفنانة مها محمد لعملية اختطاف نجت منها على يد مجهول. انتحل شخصية المنتج الكويتي عادل المسيليم وطلب منها لقائه في مكتبه الخاص للاتفاق على مسلسل. وقالت الفنانة مها محمد في اليوم التالي وفي طريقي إلى العنوان: اتصلت بالمنتج المسيليم للمزيد من التأكيد، ففوجئت به يخبرني بأنه لا يعلم شيئا عن الأمر. فأدركت أنني كنت سأقع ضحية لمحاولة اختطاف وخداع، وقمت على الفور بإبلاغ الشرطة للتحقق من العنوان الذي تبين لاحقا بأنه كان لشقة مفروشة.